السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كل عام وانت بخير يا شيخ. وانت طيب. قول يا شيخنا تفسير سورة الفرقان في أول الآية، ربنا قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إيه معنى الآية دي بعدين؟ تبارك تكاثر الخير الوارد من قبل ربنا سبحانه وتعالى الذي نزل القرآن على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للإنس والجن نذيرا. نعم، يعني المقصود بقى الفرقان هو القرآن يعني؟ لا شك في هذا المقام، الفرقان هو القرآن. أحيانا تأتي كلمة الفرقان بمعاني أخر، يوم بدر: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. وأحيانا تأتي كلمة الفرقان بما يفرق به بين الحق والباطل. قال الله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أحيانا تطلق الفرقان على المعجزات والدلائل الواضحات وعلى التوراة أيضا. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. مع السلامة.